السلام عليكم اخوتي اخواتي هاني لاباس عليكم الكنغارو الكنغارو كان لاباس عليكم كي دايره امكم ان شاء الله بخير نتمنى تكون ان شاء الله بألف خير والصحه والسلامه في هذا الحجر الصحي المنزلي نتمنى تكون الفيديوهات اللي كان من قبل عجباتكم ونالت الاعجاب ديالكم ان شاء الله اليوم عندنا اليوم الخامس ان شاء الله التمارين المنزليه نتمنى ان شاء الله هذه تنال الاعجاب ديالكم التمارين ديال اليوم غتكون سهله وبسيطه عباره عن تمارين الابر بادي يعني الجسم من فوق ارفع الكتاف الصدر الظهر كل شيء ان شاء الله اش اخباركم لاباس عليكم تعلمت العربيه تعلمت شيء شي عندك ساد مروك ولا قلنا right welcome to our day number high five we're gonna train today as far as the coach said the upper body which is the chest area the arms the upper body yeah. super upper or the upper so let's start let's اليوم خلينا نخدمو بالدمبل كي اللي عندك دمبل شوي اوت بوتل واتر عندك دمبل تخدم بيهم ما عندكش بوتل اوف واتر اوكي سو اول تمرين يكون عندنا تحت نفتح اوكي عند 10 15 اوكي ريدي مستعدين يلا Yeah.
هذه هنا طالع هنا ورجع اوكي حطها على فوق اوكي قابل الوش قابل الفيس انزل تحت straight arms 90 degrees 15 15 مرة اوكي 3 2 and 1 Still more.
combo. لاخذ نفس. الحين ناخذ الاثنين على الطريقه تحت. بعدين تحت. اوكي الضغط كذي. اوز. مش شيء لا اوز. اوكي. خمسة عشر مرة 15 المبتدئين. هذا بالنسبة للناس اللي قاعدين يتمرنوا. اوكي؟ تاني. سلو. ايت. يلا 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 يلا. تحركي. ناين. وان مور. ناتشيتي. ناخذ نفس مرة ثانية. ثاني تمرين في الأرض. اوكي كونتاكت. يدي في النص. يمين. يسار. اوكي. هذه وضعية المبتدئين. اوكي. This is for just the beginner. 3.
Now, that. So. Right here, we change the other side. Akhro, the last one. Close up the legs, slowly. خلص التمارين اليوم. نتمنى ان شاء الله تكون اعجاب ديالكم. تمارين سهله وبسيطه. عندك الدمبل تشتغل بهم، ما عندكش تخدم غير بالله تقدر تشتغل بس يعني بوتر اوف واتر، يعني قرعه ديال الماء صغيره كبيره على حسب الحاجه اللي بغيتي، اترو نص سيترو صغيره وتبدا بها. تمارين سهله وبسيطه. نتمنى ان شاء الله تكون الاعجاب ديالكم لليوم. اليوم اللي كان اليوم الخامس عندنا، ان شاء الله نتمنىكم الدعم للقناه، لان القناه جديده تقريبا ما عندهاش 10 ايام، تقريبا نقول 10 ايام. ونفضلكم سبسكرايب جيم وشي كومونتير زوين من عندكم. Yeah. Well, this was it, today's workout. We enjoyed with you, enjoy with us, and see you on the next one. Bye bye.